باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا أحبائي، وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. رجعها ورا خالص. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير وبركة ونعمة، ويمتحكم بشفاعة السيدة العذراء أم الخلاص. أولاً النهاردة بنعمة ربنا استلمنا الرخصة بتاعة المبنى الكنسي في شارع الصواف بعد فترة طويلة جداً. وأنا عايز أشكر كثير من المسؤولين، كثير بس مش عايز أقول أسماء لألا أنسى حد يعني، مع خالص الشكر. وطبعاً خالص الشكر أولاً وأخيراً لإلهنا القدوس والسيدة العذراء والقديس أبو سيفين، لأن المبنى يكون على اسم السيدة العذراء والقديس أبو سيفين في شارع الصواف في منطقة السادات. نمرة 2، بنعمة ربنا أنا بكرة أصلي في كنيسة أم النور، كاتيدرال أم النور. الحمل هيبقى الساعة 5:30، وبنبتدي المناولة الساعة 7. واحد بعت لي بيقول لي في الجدول القداس من 5:30 لـ7:30 إخواتنا الكاثوليك بيبتدوا صلاة الساعة 7، فإحنا بنبتدي المناولة الساعة 7 عشان يعني يكون في تنسيق في الصلوات. فالحمل الساعة 5:30 والتناول الساعة 7 في كاتدرية أم النور بالنسبة لنا يعني. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في حياة أبينا إبراهيم. إحنا خلصنا الإصحاح 15، والنهاردة هنبتدي في الإصحاح 16. آخر حاجة وصلنا لها مبارح إن ربنا قطع ميثاقاً مع أبينا إبراهيم أو أبينا إبراهام، وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض. يقول الوحي الإلهي في الإصحاح 16: وأما ساراي امرأة إبراهام، ومن سارة كان اسمها ساراي، وأبينا إبراهيم كان اسمه إبراهام، وربنا غير أسماءهم. هيجي الوقت اللي هنشوف ربنا يغير أسماءهم إمتى. إنما أبينا إبراهيم كان اسمه إبراهام، ومن سارة كان اسمها ساراي. يقول: وأما ساراي امرأة إبراهام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لإبراهام: هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبراهام لقول ساراي أنا آسف، يعني هما الاثنين غلطوا، يعني ساراي فكرت غلط وأبينا إبراهام مشي وراها. فأخذت ساراي امرأة إبراهام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبراهام في أرض كنعان. اتفقنا إن أبونا إبراهام لما خرج من حاران في اتجاه أرض كنعان اللي هي أرض إسرائيل كان عنده 75 سنة،
افترضوا ان هو المشوار ده خد له أشهر. طبعا مهم، هو وصل كنعان بعد 10 سنين إقامة في كنعان، أعطتها لإبراهام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. عنوان العظة بتاعت النهاردة أحبائي الحلول البشرية، الحلول البشرية. نعمة ربنا نتكلم النهاردة وبكرة عن الحلول البشرية، وبنعمة ربنا بعد بكرة هنتكلم عن الاحترام. لما حبلت هاجر صغرت ساراي في عينيها، ما بقتش تحترمها. المهم خلينا في الحلول البشرية، موضوع تأملنا النهاردة وبكرة. لمحة تاريخية عن وعود الرب لأبينا إبراهام. ربنا وعده كتير بأنه هيديله نسل، إنما يعني اتجهت ساراي للحل البشري ومشي وراها أبونا إبراهام، ودفعوا ثمن كتير، دفعوا ثمن كبير لكده. فدايما الحلول البشرية ثمنها غالي، هتدفع ثمنها غالي. الوعود اللي ربنا وعدها لأبينا إبراهام لما كان عنده حوالي 70 سنة أو أقل، وهو الظهور الأول لأبينا إبراهام وهو في بلده في أور الكلدانيين ما بين النهرين ما بين دجلة والفرات. استفانوس رئيس الشمامسة بيقول في أعمال 7: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال الرب لإبراهام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة. مش بس هعطيك نسلا، هأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وكان إبراهام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. ده الظهور الأول لأبينا إبراهيم، وقال له أجعلك أمة عظيمة وأباركك. الظهور الثاني لما أبينا إبراهيم ساب أور الكلدانيين وطلع فوق لحاران، وبعدين نزل إلى أرض كنعان. يقول الكتاب المقدس: واجتاز إبراهام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبراهام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مسبحا للرب الذي ظهر له. هذه تاني مرة. ثالث مرة أبينا إبراهام لما حصل جوع في الأرض نزل لمصر، عاش في مصر فترة، وبعدين رجع تاني وكان معاه لوط. وبعد ما رجع كان قد اغتنى، ولوط اغتنى برضو. وبعد ما رجعوا فرعاة لوط ورعاة أبينا إبراهام اتخانقوا مع بعض، فيقول الكتاب المقدس: قال الرب لإبراهام بعد اعتزال لوط عنه. ساعتها أبينا إبراهام قال للوط ابن أخيه: ما لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. عايز تروح شمالا أنا هروح جنوبا، عايز تروح جنوبا أنا هروح شمالا، إنما لا تكن مخاصمة بيني وبينك، نحن أخوان، إحنا أخوات.
فأبينا لوط اختار الأرض المخصبة اللي هي الأردن وراح عندها، وأبينا إبراهام قعد مكانه. يقول الكتاب المقدس: وقال الرب لإبراهام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. ثم قم امشي في الأرض طولا وعرضا لأني لك أعطيها. ده الظهور الثاني، آسف، ده الوعد الثالث. يعني أبينا إبراهام فيما هو كان بين النهرين ربنا قال له سأجعلك أمة عظيمة. راح هاران ونزل شكيم، ربنا ظهر له وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض. نزل مصر ورجع، ولعات لوط ورعات إبراهام اتخانقوا مع بعض، فقال له زي ما أنت عايز، فمشي لوط. فربنا قال لأبينا إبراهام من غير ظهور، بس قال له أعطيك هذه الأرض ونسلك هيبقى زي تراب الأرض، حتى إن استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فيعد نسلك. دي تالت مرة. وبعدين ملكي صادق ظهر لأبينا إبراهام وكان وملكي صادق زي ما قال القديس بولس هو متشبه بإبن الله كما ورد في تكوين 14. يقول: وبارك ملكي صادق إبراهام وقال: مبارك إبراهام من الله العلي. فباركه، وباركه يعني يكون أمة عظيمة. الظهور الرابع بقى لربنا لأبينا إبراهام، وبالتالي الوعد الخامس، ده اللي ورد في تكوين 15 اللي تأملنا فيه كل العظات اللي فاتت. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبراهام في الرؤية، قال له: لا تخف يا إبراهام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. فقال إبراهام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو العزر الدمشقي؟ وقال إبراهام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا، فين أجري الكثير ده؟ فإذا كلام الرب إليه: لا يرثك العزر الدمشقي، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. ده الوعد الخامس. يبقى فيما هو بين النهرين قال له سأجعلك أمة عظيمة. أول ما وصل لشكيم قال له نسلك سيرث هذه الأرض. لما اعتزل لوط عنه قال له نسلك هيبقى زي تراب الأرض. لما ظهر له ملكي صادق أو التقى به ملكي صادق قال له مبارك إبراهام من الله العلي. لما ظهر لربنا لأبينا إبراهام في خيمته كما ورد في تكوين 15 قال له اطلع كده، إذا قدرت تعد نجوم السماء فنسلك هيكون كنجوم السماء. تاني يوم بقى اللي هي العظة بتاعتنا مبارح، قال له الرب، هو أبونا إبراهام قال لربنا: بماذا أعلم إني أرث الأرض؟ بماذا أعلم أني أرث الأرض؟ فتأملنا مبارح في الرؤية الطويلة والجميلة اللي في نهايتها يقول الكتاب المقدس: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض. إذن ست مرات ربنا يقول له لنسلك أعطي هذه الأرض. إذن ربنا وعد أبينا إبراهام ست مرات.
وفي الست مرات ما كانش فيه اي اشاره ان في امراه اخرى هتخش. كل كلام عن ساره او ساراي، انما امراه اخرى ده حل بشري. التفكير بتاع ساراي اللي وافق عليه ابينا ابراهام ده حل بشري، فحل بشري. اما ساراي امراه ابراهام فلم تلد له، وكانت لها جاريه اسمها هاجر. فقالت ساراي لابراهام: وذا الرب قد امسكني عن الولاده، ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابراهام لقول ساراي. ساراي غلطت وابينا ابراهام مشي وراها في الغلط. خليل الله اللي ربنا قطع معه ميثاقا انه يعطيه نسلا يرث هذه الارض، ضعف ابينا ابراهام، ضعفت ساراي ووافقها ابينا ابراهام على الضعف. فاخذت ساراي امراه ابراهام هاجر المصريه جاريتها من بعد 10 سنين لاقامه ابراهام في ارض كنعان، واعطتها لابراهام رجلها زوجه له. فدخل على هاجر فحبلت. اعتقد ان جاريه مصريه ربما الفتره اللي قعدت فيها ساراي في بيت فرعون مصر اعطاها هذه الجاريه هديه ربما. وكلمه هاجر بمعنى غريب، كلمه هاجر معناها غريب، واسمها ماشي مع اللي فكرت فيه ساراي وافق عليه ابراهام. فكر غريب. قبل ما نتكلم عن الحلول البشريه وخطورتها، عايز بس يلقي الضوء على شريعه الزوجه الواحده في العهد القديم، مش في العهد الجديد، في العهد القديم. ففي تكوين 2 آية 24 يقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. ده في تكوين 2:24 اللي وردت في سفر في إنجيل متى 19 آية 5. في سفر اللاويين إصحاح 18 يقول إيه؟ آية جميلة قوي، أنا ما كنتش واخد بالي منها: ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. فضرت المرأة يعني مراتها الثانية، ودي معروفة كده، يقول لك دي انت وانت ضرتي. فضرت المرأة، المرأة الثانية دي جت في الكتاب المقدس لويين 18:18: ولا تأخذ امرأة على أختها للضر، ما تاخدش ضرة. سفر ملاخي إصحاح 2 يقول إيه؟ آية جميلة قوي: الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. آية حلوة قوي، ربنا هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. قرينتك، امرأة عهدك، امرأة شبابك، كل دي في آية واحدة، ملاخي 2 آية 14: الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. فاحذروا ولا يغدر أحد بامرأة شبابك. إذن في العهد القديم جت آيات عن الزوجة الواحدة. طبعا الآيات دي ما كانتش نزلت أيام أبينا إبراهام، إنما ساراي فكرت بطريقة بشرية ومشي وراها أبونا إبراهام. ولما مشي وراها لسه زي ما هنشوف يا أحبائي، كانت ليها يعني آثار شديدة جدا وحشة خالص.
فالنهاردة عنوان العظة بتاعتنا الحلول البشرية وخطورتها. ده اللي لجأت إليه ساراي ومشي وراها إبراهام. باختصار يا أحبائي، بنتعرض كلنا لأحداث كثيرة وتصول وتجول أفكارنا، نعمل إيه؟ ففي أفكار بتيجي من قلبك أو فكرك، وفي أفكار بتيجي من اللي حواليك، وفي ناس بيرفعوا قلبهم لربنا. فلا تعتمد على الحلول البشرية اللي تيجي من قلبك أو فكرك أو تيجي من الناس اللي حواليك، إنما دايماً إلجأ للحلول الإلهية. دايماً لما تتعرض لموقف، لما تتعرض لموقف فكرك بيلف ويروح ويجي كتير، وبتسأل الناس اللي حواليك، ففي ناس بيعتمدوا على ما في فكرهم أو فكر الناس اللي حواليهم، وفي ناس تاني بيلتجئوا لربنا. فعايزين يا أحبائي نتعلم، وأنا أقولكم إن إحنا نلتجئ للحلول الإلهية ولا نلتجئ للحلول البشرية اللي بتيجي من قلبنا أو فكرنا أو من كلام الناس اللي حوالينا. عايزين نتعلم يا أحبائي إن دايماً تبقى عينينا على السماء، عينينا على السماء، عينينا على السماء. نقرأ في سفر الأيام الثاني إصحاح 20 قصة بتاعت يهوشافاط ملك يهوذا، لما هجموا عليه بني عمون وبني سعير، وكانوا عددهم كبير جدا وهو الجيش بتاعه صغير. فصلى يهوشافاط وقال: يا إلهنا، ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نفعل، لا في قوة وتفكيري وقف، لا نعلم ماذا نفعل. طب أعمل إيه أنا 500 وهم 5000؟ ولكن نحوك أعيننا. عايزين نتعلم يا أحبائي دايما نقول نحوك أعيننا، لا نعتمد على فكرنا ولا على فكر اللي حوالينا، إنما نرفع عينينا للسماء. داود النبي يقول إيه؟ رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، رفعت عيني فوق. في مزمور 121، في مزمور 123 يقول: إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحوك أيها الرب إلهنا حتى تترأف علينا. عايزين دايماً في كل مواقف حياتنا نرفع عينينا للسماء، نرفع عينينا للسماء. داود النبي يقول في مزمور 145: أعين الكل إياك تترجى. فإحنا عايزين نتعلم لما نتعرض لأي موقف لا نلجأ للحلول البشرية السريعة، إنما نلجأ لربنا. ولذلك يا أحبائي هيكون موضوع تأملنا من 3 نقاط. النهاردة هناخد نقطتين وبكرة ناخد النقطة الثالثة. أول نقطة: على فهمك لا تعتمد، على فهمك لا تعتمد. لما تتعرض لضيقة أو عايز تاخد قرار أو في مشكلة أو في ضائقة أو في حيرة، واحد بيشتغل معاك من زمان وطلع مش أمين، مش عارف تعمل إيه، تطرده ولا
تاخد فلوسك في الاول هتعمل ايه؟ حاجات كتيره قوي بنتعرض ليها. ما تعتمدش على فكرك البشري. زي ما بقول يا احبائي، الحلول البشريه عشان نبعد عنها في ثلاث نقاط. نمره واحد، على فهمك لا تعتمد. نمره اتنين التمس مشوره الحكيم، لان المعاشرات الرضيه تفسد الاخلاق الجيده. خلي بالك بتسمع مشوره مين. ونمره ثلاثة اللي هنتامل فيها بكره، دايما عينيك على السماء وخد الراي من السماء. اولا، على فهمك لا تعتمد. يقول اصاف المرنم في مزمور 73، وانا بليد ولا اعرف، صرت كبهيم عندك. قدام اي حد خليك كبير جدا جدا جدا، انما قدام ربنا اقف قدام ربنا كبلا معرفه، واستقي المعرفه من ربنا. قل له انا بليد ولا اعرف قدام ربنا مش قدام الناس. لا تعتمد على فكرك وفهمك، انما اقف قدام ربنا اقول له يا رب انت شايف ايه. بيقول له انا بليد ولا اعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، امسكت بيدي اليمنى وبرايك تهديني. مش رايي انا، رايك انت. وبعد الى مجد تاخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. من 5 أيام كده قلت لكم، من حوالي 10 أيام، واحد عمل موقف مش كويس في كنيسة من كنايسنا. لو أنا همشي بالفكر البشري كان يتسجن في نفس اليوم، في نفس ذات اليوم يتسجن. أنا طبعاً أول ما سمعت اتشديت، بس كان الكتاب المقدس مفتوح على الآية دي، كان مفتوح على الآية دي، وأنا بليد ولا أعرف ولكنك دائماً معي، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني. أنا مش أعتمد على فكر، وهدأت تماماً، هدأت تماما. وقلت للمسؤول اللي في الدولة اللي كان ممكن يسجنه فورا لأنه تعدى على حاجة في الكنيسة، مش عايز أقول التفاصيل يعني، قلت له خلاص بلاش. قال لي يا سيدنا أنت متأكد؟ قلت له أيوة متأكد. قال لي تاني يا سيدنا متأكد؟ قلت له أيوة متأكد. بقول لك بلاش. وأنا رفعت الأمل لربنا وبلغته بكده. 3-4 أيام مش عارف ينام، لأن أنا بلغته أن أنا مش هاخد موقف وأنا سايبك لربنا. 4 أيام مش عارف ينام. لما تتعرض لموقف ارفع عينيك للسماء وما تعتمدش على فكرك، قول لربنا أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك برأيك تهديني. أنت هديني، أنا مش همشي على فكري. فكري هيجيب حل بشري، برأيك تهديني. عشان كده سليمان الحكيم بيقول في أمثال 3، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ما تعتمدش على فهمك مهما كنت ذكيا. هنا بقى ده الذكاء الروحي. الذكاء الروحي اللي ما يعتمدش على فكره ويرفع الامر لربنا، ده اللي عنده ذكاء روحي. ما انت ممكن تكون ذكي جدا، ممكن تكون ذكي جدا، بس ذكائك الشخصي ممكن يجيب لك حل بشري
مش حل إلهي. ما تقولوا ورايا كده بصوت عالي، بصوت عالي خالص يعني، توكل على الرب. عايز أسمع، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، وعلى فهمك لا تعتمد. وبعدين يقول إيه؟ في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. ربنا يقوم طريقك، هو اللي يقول لك روح يمين وروح شمال، مد في دي، خد موقف في دي، اسكت في دي، هو اللي يقوم سبلك. وبعدين يقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. الله الله، بحبها قوي الايه دي، قوي 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 قوي. لان في ناس حكماء في اعين انفسهم، هم شايفين ان هم اللي صح والباقي دول كده. قولوا ورايا بصوت عالي، لا تكن حكيما. عايز اسمع، لا تكن حكيما في عيني نفسك. لا، ارفع قلبك لربنا وحط كل امورك في ايدين ربنا، ما تعتمدش على فهمك. قولوا تاني، لا تكن حكيما في عيني نفسك. فامثال 12 بقى يقول ايه؟ طريق الجاهل مستقيم في عينيه. طريق الجاهل، الجاهل الجاهل، انا سوري سوري، اللي ما بيفهمش ده مستقيم في عينيه. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، هو شايف ان هو اللي صح، جاهل ما بيفهمش، عنده غباء روحي. انما اللي عنده ذكاء روحي يرفع كل اموره في ايد ربنا وياخد القرار من ايد ربنا. وما تستعجلش، ما تستعجلش، يعني خليك متروي. الاستعجال يجيب حلول بشرية. في أمثال 26 يقول إيه؟ أرأيت حكيما في عيني نفسه؟ فالرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يا سلام، يا سلام على جمال الآية. أنا في ذهني واحد كده يعني كان حكيما في عيني نفسه، شايف إنه هو اللي صح، ده زمان يعني، مش هنا، مش في أسيوط يعني، زمان قوي، شايف إنه هو اللي صح. كنت دايما الآية دي قدامه، أرأيت حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل، بالجاهل خير من الرجاء به. الحلول البشرية، الإنسان اللي بيعتمد على فكره وذكائه وإنه هو اللي بيفهم. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، رأيت حكيما في عيني نفسه؟ فالرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. في أمثال 14 يقول إيه؟ توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. ما تعتمدش على فكرك، ما تعتمدش على ذكائك، ما تعتمدش على فكرك وذكائك. توجد طريق، توجد تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. في أمثال 16 بقى يقول إيه؟ قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. زي القصة اللي أنا حكيتها لكم، تعدى على أملاك الكنيسة وتعدى، تعدى سافر. لا، لازم دماغي قالت لي، وبعدين كانت الآية دي قدامي، قلت بس استنى، بس استنى شوية، نرفع قلبنا لربنا نشوف ربنا يقول إيه. وطبعا هو تعدى، تعدى سافر لمدة 5 دقايق وبعد كده ما قدرش يلمس حاجة، ولا يقدر حد يقدر على ربنا. فقلب الإنسان يفكر في طريقه
والرب يهدي خطواته. بس لما يقول يا رب، لما يقول يا رب، قلب الإنسان يفكر في طريقه. وإذا قال يا رب ربنا يهدي خطواته، ما قالش يا رب ربنا مش هيهدي خطواته، هيمشي على فكره هو ويلجأ للحلول البشرية. آية تاني جميلة في أمثال 20 تقول إيه؟ من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ يقول يا رب عشان ربنا يفهمه، وما يعتمدش على فكره، وما يعتمدش على ذكائه، وما يعتمدش على فكره، وما يعتمدش على ذكائه. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ يقول يا رب وما يعتمدش على فكره وعلى ذكائه. إذا رأيت إنسانا حكيما في عيني نفسه، فالرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. عشان كده في مراسي أرميا يقول إيه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها، نفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. معلمنا القديس بولس بيقول في كورنثوس الأولى صحاح 3، الآية دي أحد الآيات العشرة اللي في حياتي اللي هقولها دلوقتي دي، لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلاً لكي يصير حكيماً. بقول لكم دي آية من عشرة في حياتي. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلاً لكي يصير حكيماً، ليصر جاهلاً أمام الله، ليصر جاهلاً أمام الله عشان ربنا يسكب عليه الحكمة. إنما أنت في ذهنك إن أنت الحكيم وإنت اللي بتفهم وإنت فكرك صح والباقي كله غلط. ناس كتير قوي كده، ناس كتير قوي، ناس كتير قوي كده. ويعوزهم جميعاً أن يحفظوا هذه الآية اللي جت في كورنثوس الأولى صحاح 3 آية 18، لا يخدعن أحد نفسه. ما تضحكش على روحك، ما تضحكش على روحك وتخدع نفسك. إن كنت شايف إنك حكيم في هذا الدهر لتصر جاهلا أمام الله لكي يسكب عليك حكمته. الحلول البشرية، الناس اللي بيعتمدوا على فكرهم هم، فكرهم هم وطريقة تفكيرهم هم، على فهمك لا تعتمد ولا تكن حكيما في عيني نفسك. أرأيت إنسانا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به، الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا عشان ربنا يسكب عليه الحكمة فيصير حكيما. دي أولا، لا تعتمد على فهمك وفكرك. ثانيا، لما تسأل مشورة التمس مشورة الحكماء، فالمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. عايز تعرف واحد، اعرف أصحابه مين. نقطة جميلة، قداسة بابا تودروس في مرة بيحكي معانا بيقول لما يجي واحد مرشح للكهنوت أقول له مين مثلك الأعلى في الكهنوت، أعرف على طول شخصيته مين مثله الأعلى في الكهنوت.
إذن هو بيميل للشخصية دي. دايماً تلتمس مشورة الحكماء، فالمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. ممكن واحد صاحبك قوي بس فكره مش فكر المسيح، يغرقك، يقول لك حلول بشرية، زي ما ساراي قالت لإبراهام حل بشري وإبراهام مش وراها، وهما الاثنين وقعوا ودفعوا ثمن وقعتهم دي زي ما نشوف بعدين. فلما تيجي تلتمس المشورة، التمس مشورة الحكيم. سفر طوبيا، طوبيد الصديق بيقول لابنه طوبيا التمس مشورة الحكيم دائما. ما تقول ورايا الآية دي، قول ورايا التمس، عايز أسمع، التمس مشورة الحكيم دائما. عايز أسمع يا حبايب، قول ورايا التمس مشورة الحكيم دائما. تقول لي واعرف منين؟ ودي عايزة ذكاء روحي برضو، عايزة برضو ترفع قلبك لربنا. عشان كده يشوع بن صراخ بيقول ايه؟ خلي بالكم من الآية الجميلة دي، إذا اتخذت صديقا اتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا. الله الله على الآية الجميلة. أنا بسأل، طب تعرف منين إن ده حكيم؟ فيجي ربنا يقول على فم يشوع بن صراخ إذا اتخذت صديقا، يعني عايز تاخد صديق ليه، اتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا، ما تثقش به بسرعة، استنى اختبره في موقف واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين وخمسين، اختبره ولا تثق به سريعا. في نفس الإصحاح في يشوع بن صراخ إصحاح ستة يقول إيه؟ الصديق الأمين معق الحصين، ومن وجده فقد وجد كنزاً. الصديق الأمين بس تتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعاً، ولا تثق به سريعاً، اتخذه عن خبرة، لأن أنت لو وثقت به سريعاً ممكن يغرقك ويقول لك حلول بشرية. في نفس الإصحاح يقول يشوع بن صراخ الصديق الأمين لا يعادله شيء وصلاحه لا موازن له، يعني ما توزنش. والآية اللي وراها يقول الصديق الأمين دواء الحياة، والذين يتقون الرب يجدونه. يبقى الصديق الأمين عشان تجده تتقي ربنا، لأنك لما تتقي ربنا، ربنا يديك استنارة، هيديك ذكاء روحي. لما تتقي ربنا، ربنا يديك ذكاء روحي، هيديك استنارة، هتجد الصديق الأمين. واتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا. التمس مشورة الحكيم دائما. طب الحكيم ده أجيبه منين؟ لما تتقي ربنا، ربنا يديك استنارة تعرف تنقي مين صاحبك، تعرف تنقي مين صاحبك. واتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا. في سفر يشوع بن صراخ إصحاح 22 يقول إيه؟ عرق الخشب المربوطة في البناء لا تتفكك في الزلزلة، كذلك القلب المعتمد على مشورة سديدة. الله 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 الله. فاكر زمان
كان في كده يعني أحداث ومواقف، ومخي فكري قال لي كذا. فاكر قعدت مع أبونا فانوس وكانت الساعة 4 صباح لمدة 3 دقايق. قلت له في كذا 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 كذا، ومخ بيقول لي كذا كذا كذا. قال لي لا تعملش الكلام ده خالص، إنما اصمت تماما والرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. أنا كنت ماشي في اتجاه وهو راح مفرملني ومشيني في اتجاه تاني خالص. ده القلب المعتمد على مشورة سديدة، ده القلب المعتمد على مشورة سديدة، ده الذي يلتمس مشورة الحكيم الذي يخاف الله. بعدين يكمل يشوع بن صراخ يقول القلب المستند على رأي عاقل كزينة من ربل على حائط مصقول. الله 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 الله، تشبيهين في منتهى العمق. الخشب المربوط في البناء لا يتفكك في الزلزلة، كذلك القلب المعتمد على مشورة سديدة لا يخاف. والقلب المستند على رأي عاقل كزينة من رمل على حائط مصقول. حلول البشرية بتيجي منين؟ بتيجي من الآراء الغلط. واحد صاحبك وحبيبك يقول لك كلمتين كده في ودنك وتمشي وراه ويغرقك، يقول لك حل بشري ويغرقك. زي ما أمنون ابن داود أخو أبشا، أمنون ابن داود أحب سمار أخته، سمار كانت أخت أبشالوم، ومن كتر ما حبها ضعف جسديا، فصاحبه عمي نداب قال له مالك يا ابن الملك؟ قال له بحب سمار. قال له الله، انت ابن الملك ومش يعني عارف تجيب سمار، انا اجيبها لك. وقال له رأي وحش وغرقه. قال له حل بشري؟ قال له اقول لك على حاجة، اعمل نفسك عيان. الاخ اللي بيحرك البتاع دي، اللي بيحرك قال له بقى انت ابن الملك اعمل نفسك عيان، وانا هبعت للملك انه يبعت لك سمار اختك تخدمك. قال له طيب. عمل نفسه عيان، بعت للملك ده أمنون عيان عايز سمار تيجي تخدمه وتعمل له اكل. بعت الملك لسمار، روح اعملي له اكل. قال لها انا في الاوضه، هاتي لي الاكل جوه. دخلت بالاكل جوه، قهرها واخطا معها. يقول الكتاب المقدس وكانت البغضه التي ابغض بها سمار اكثر من المحبه التي احبها بها. قال لها يلا اتفضلي. قالت له طب ما تتجوزني. قال لها لا اتفضلي. ما رضيتش، قال للي بيخدمه اخرج هذه خارجا واغلق الباب. مش عايز اقولها بصفه بالطريقه البلدي. ابشالوم سمع، قال ياه، يعني امنون اخذ سمار اختي واخطا معها واذلها وفضل مرقد له لغايه ما قتله، شربوا خمر وقتلوا بعد سنتين. حل بشري،
حل بشري. اللي يسمع ناس، ممكن تسمع ناس حواليك يغرقوك زي ما أمنون سمع من أداب ده وغرقه وموته. يعني أمنون أخطأ وزنى ومات. ليه؟ سمع رأي بشري. معلمنا القديس بولس الرسول يقول: لذلك أشهدكم اليوم إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. ده الأب الروحي الحكيم بقى، لما يجي يقول مشورة يقول مشورة الله. عشان كده لما عشان كده توبيد الصديق قال لابنه توبيا: التمس مشورة الحكيم دائما. اسأل واحد حكيم، اسأل قديس، اسأل إنسان قديس يخاف الله. خد الكلمة وما تقلبش وراه، خد الكلمة وما تقلبش وراه. معلمنا القديس بولس قال: إني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. الآية المشهورة اللي قالها القديس بولس: لا تضلوا أن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. يلا قولوا ورايا كده بصوت عالي: لا تضلوا. عايز أسمع: لا تضلوا. فإن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. هتعاشر واحد يعني مش قوي هيفسد أخلاقك. هتصادق إنسان لا يخاف الله هيقول لك آراء بشرية وهيغرقك. هيقول لك آراء بشرية وهيغرقك. عشان كده معلمنا القديس بولس بيقول إيه: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. لما يكون إنسان قديس يخاف الله خد مشورته. إنما الأخلاق المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة، تفسد الأخلاق الجيدة. وإذا اتخذت صديقا اتخذه عن خبرة، ولا تثق به سريعا. والصديق الأمين دواء الحياة، والذين يتقون الرب يجدونه. كل ما تتقي ربنا، كل ما تتأنى، خد مشورة صديق أمين، خد مشورة أب حكيم، خد مشورة إنسان قديس يخاف الله. ما تاخدش مشورة أي حد، خد مشورة إنسان حكيم. في بستان الرهبان يقول إيه: إذا رفقت راهب تقي من قلايتك إلى الكنيسة، تقدمت في طريق الروح 6 أشهر. وإذا رفقت راهب غير تقي من قلايتك إلى الكنيسة، تقهقرت في طريق الروح 2 سنين. يعني إذا مشيت من قلايتك للكنيسة مع راهب قديس قدمك في الروحيات 6 أشهر. إذا مشيت مع واحد يعني مش تقي رجعك في الروحيات 2 سنين. وهنا أهمية الصديق. إحنا لما بنتعرض لأي موقف يا أحبائي، فكرنا بيقول لنا حاجة، واللي حوالينا بيقولوا لنا حاجة، وربنا يقول لنا حاجة. النهاردة قلنا عشان نبتعد عن الحلول البشرية، على فهمك لا تعتمد، ولا تكن حكيما في عيني نفسك. وإذا رأيت إنسانا حكيما في عيني نفسه، فالرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. ما تعتمدش على فكرك وعلى اللي يقوله لك فكرك.
إنما أقول مع أصاف المرنم بليد أنا عندك، بليد أنا عندك، أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك تهديني. اللي تقوله لي أنت يا رب، مش اللي يقوله لي فكري. نمرة اتنين، خلي بالك من آراء اللي حواليك، لا تتخذ صديقا بسرعة، اتخذه عن خبرة، ولا تثق به سريعا. والصديق الأمين دواء الحياة، والذين يتقون الرب يجدونه. والتمس مشورة الحكيم دائما. وإذا والإنسان المتكل على مشورة رجل حكيم ده زي الخشب الثابت في البناء. الإنسان المتكل على رأي عاقل زي زينة رمل على حائط مسقول. والآية المهمة جدا 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 جدا، لا يخدعن أحد نفسه. كان أحد يظن أنه حكيم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. لا تعتمد على فكرك، ولا تعتمد على مشورة غير صالحة، إنما اعتمد على مشورة الحكيم، اعتمد على مشورة القديسين، اعتمد على مشورة الأبرار. وأهم حاجة بقى إنك ترفع قلبك ويكون اعتمادك في فكرك وفي رأيك على ربنا. وده موضوع تأملنا بكرة إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وللأبد، آمين.